واحد المقطع من لقاء داروا امين عام الحزب السياسي ديال البام لهذا الحزب هذا للاسف الشديد حزب يعني كانوا فيه رجالات كانوا فيه الناس ديال اليسار كانت بدا بحركه الكود الديمقراطيين اللي كان عندها واحد المشروع مشروع محترم ولكن للاسف اليوم يعني مثل هذه القيادات بخست هذاك المشروع هذا بخسته ونزلته للحضيض لان كنشوفوا اليوم خصنا نتقدموا للمغاربه بخطاب ايجابي ولكن هذه الشعبويه اللي كيسلكها هذا الامين العام اللي كما تبعتها هي شعبويه مازال تسيء العمل السياسي في البلاد واحد كيخرج لانه ما قدرش لان تحدثوا على ديناميه الاحرار ما قدروش انهم يجاريوا الاحرار في الديناميه ما قدروش انهم يجاريوا الاحرار في المنهجيه ديال العمل البارح كيتحدث على انه المشروع ديالهم مازال ما واجدش راه المشروع انتخابي ومجتمعي كديروا واحد لجنه الخبراء فيها شي 17 واحد مشروع ديال الاحرار مشروع انتخابي ومشروع التصور ديالو راه داروا الالاف 35000 واحد في 100 يوم 100 مدينه زيد عليها 30000 واحد في اللقاءات الجهويه اللي كنا درناها باش نصيغوا مسار الثقه المشروع ديالنا صاغوا المغاربه المشروع ديالهم اليوم كيصيغوا 17 واحد ما يقدرش يجاريك ما يقدرش يدير مجلس وطني ما يقدرش يدير مكتب سياسي ما يقدرش لانه ما يقدرش يتواصل مع المنتخبين ديالو اليوم بداو كيمشيو ليه ماشي هذا ماشي ذنب ديال الاحرار وما كيمشيوش غير الاحرار راه مشاو لاحزاب اخرى اذا الا كان هذا عدم القدره على المجارات مشكل والاحرار مسببين لك حلقا هذا يعني الحل ماشي هو نبخسوا كاع العمل السياسي ونشروا مغالطات بحكي تحدث على حتى هو كيستعمل داك المصطلح ديال صحابو ديال 17 مليار عن اي 17 مليار تحدث شي ما كاينش مغالطات بغى يوهم الراي العام اللي هو الراي العام اليوم راه واعي عارف راه ما كينساش الناس هادو ما كيعرفوش بان المواطن المغربي راه ما كينساش راه ما يمكنش تدوز عليه ما يمكنش تجي اليوم تستعمل المصطلحات ديال الضغط على السلطه واستعمال المؤسسات وهذا ما يمكنش بين البارح واليوم شنو تغير زعما ما يمكنش هادشي المغاربه ما كيدوزوش ولا يمكن لمثل هذا الشخص هذا اليوم يجي يحاضر في الشرف زعما ما جاتش معاه الا كان شي حزب معين اللي كيتحمل مسؤوليه في تبخيز العمل السياسي ف بون الحزب محترم ولكن بحال هذا الشخص هذا راه يسيء الى العمل السياسي هذا الشخص اليوم بغى يبني المشروع ديالو والمصداقيه ديالو على حساب ضرب الاحرار علاش لان امين عام مهدد في الدائره ديالو السبب هو انه في الدائره ديالو اللي كيترشح فيها اللي هي تالودان الشماليه مهدد انه يطلع ولا ما يطلعش علاش لانه ما قدرش في 5 سنين انه يتواصل معاهم انا كنمشي لديك الدائره وعرفتها والدائره ديالي اللي تزدت فيها وكبرت فيها هذا وعندي معاها علاقه وكنمشي كنسمع رؤساء الجامعات ديالو كيتشكاو منه ما كانش كيجاوبهم في التليفون ما كانش كيدي داك الالتزامات داك التعهدات اللي مع اللي دارها مع الناس في الحمده ديالو ما وفى حتى شي وحده فيها كاين عطاو وعود كاذبه عطاو وعود اساءت الى العمل السياسي هذا النوع ديال الممارسات هو اللي كيفر واليوم بعد مرور 5 سنوات عاد مشى كيدور تما كيدير شي دوره بان ليه بانه راه داكشي راه ريسكي قال كيفاش غادي ندير غادي نبني الصوره ديالي على حساب ضرب لي ريني وهاد القضيه اللي كيقول ديال رجال الاعمال انا كنقول ليه ودي السي عبد اللطيف وهبي الا كان شي واحد اللي رجل الاعمال اللي انت داير فيك خير وفضل كبير هو اخوك راه خوه اليوم منسق جهوي ورجل اعمال وهو الممول الاساسي والرئيسي للعمل ديالو سواء في الجهه ولا في المستوى الحشومه كيضرب من فخو كيقول لك رجال الاعمال خطر على العمليه السياسيه لان اذا كان السي خالد بوجبار رجل اعمال خصنا نحيدوا ليه الحق الدستوري ديال الممارسه السياسيه علاش لان كيهدد السي عبد اللطيف وهبي هادشي هاد الخطاب هو اللي خطير علاش لان فيه الانانيه ما فيهش مصلحه البلاد فيه واش غننجح انا ولا ما غننجحش فيه واش انا مهدد ولا ماشي مهدد وهذا الشيء هو اللي كينفر الشباب وكينفر المجتمع المغربي اليوم من العمليه السياسيه هذا نوع الخطاب البائس ولكن اللي كنقولوا لهذا السيد هذا هو انه غدا راه كاين انتخابات غدا راه المواطن المغربي واعي هو اللي غيحكم راه ما غتحكم لا السلطه ما غيحكم لا الحسابات الفيسبوكيه الوهميه ما غادي يحكموا لا الصفحات المدفوعات الاجر ما غي اللي غيحكم هو المغربي من اللي غيدخل في عزل
وغيبان ليه شكون اللي خدام معاه 5 سنين وشكون اللي المقرات ديالو محلوله 5 سنين وشكون اللي بنى البرنامج الانتخابي ديالو من خلال التطلعات الحقيقيه للمغاربه وشكون اللي كيلقى لقاو المغاربه في وقت الحزه. راه داخل المشهد اللي كيهضر عليه سميتو راه اول مساهم في صندوق كوفيد بمليار درهم سميتو. شكون اللي شكون هما الوزراء اللي كانوا في الموعد؟ راه هضروا عليه الاخوان في الكمامات مولاي حفيد العالمي في الماليه السي بن شعبون في وزاره الصحه كاين الاطور ديالنا اليوم المديره الجهويه للصحه في الدار البيضاء البؤره اكبر بؤره خطيره في المغرب جيرتها امراه تحت الضغوطات وتحت الضرب وتحت المؤامرات وتحت الدسائس واي حاجه بغيتو وقفات. وانا تحيه لها اختنا نبيله الرميلي في الدار البيضاء كذلك اطر في الصحه ما على مستوى الجهه اللي عندنا. اذا اليوم هذه النجاحات اللي كنحققوها في مختلف الاصعده طبيعي انها تثير الحرق. النجاح اللي حققناه في الملف الامازيغيه واللي اليوم جاو تا الاخر بغاو يركبوا عليه، حنا النجاح اللي حققناه ما حققناش بالخطاب ولا بالشعبويه، حققناه بدفاع حقيقي عن القضيه داخل المؤسسات باجراءات ملموسه، بالدفاع عن القانون التنظيمي باش يخرج بالطريقه باش بغاتو الحركه الامازيغيه، بكذلك بفتح حوار مع مجموعه من الاخوات والاخوه في الرموز الحركه الامازيغيه سواء في جبهه العمل السياسي الامازيغي ولا في في, في, في اطارات اخرى، واللي اقتنعوا بمشروع الاحرار ودخلوا معنا كيساهموا معنا سواء من خلال المكتب السياسي ولا من خلال المجلس الوطني، واليوم كيساهموا في اتخاذ هذا القرار. هذا الشيء كامل هو اللي خلاهم اليوم يجعلوا هذه الجعره ويبداوا يجبدوا جهد لمنظمه مستقله ما عندها علاقه بالحزب ويهضروا على مليون قفه ويهضروا على هذه الامور هذه حشومه عيبوعه رجل قانون انه ينشر مغالطات من هذا الشكل. ولكن كيف ما قلت الموعد ديالنا سواء تردد الشماليه ولا الموعد ديالنا انتخابيا على المستوى الوطني. شكرا لكم.